السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في ذا هيوج فارماسيست كورس. إن شاء الله النهاردة هناخد المحاضرة الرابعة مع بعض ونبدأ في جزء مهم قوي، وهو الديسبيبزيا أو كما يقال بشكل شائع عسر الهضم. الموضوع ده مهم جدا ومنتشر بشكل كبير، فياريت نركز في المحاضرة دي لأنها هتقابلنا كتير جدا جدا. يلا نبدأ مع بعض. في السلايد دي بنوضح الطرق أو الخطوات اللي بنمشي عليها في شرح الديسبيبزيا، ولازم زي ما احنا عارفين في كل حالة بنمشي على خطوات معينة توضح لي الحالة بالظبط بشكل دقيق وبشكل علمي، بحيث ان احنا ناخد في الاخر قرار اما product selection واما refer. فازاي بقى توصل انت كصيدلي لمرحلة التميز دي والاحتراف دي في اختيار البرودكت ده، وازاي توصل برضو لمرحلة الريفير الصحيح اللي هو بيكون مصاحب بيه suspected ان انت شاكك في حاجة معينة. فالفكره دي اللي عايزين نوصل لها، هو ده اللي عايزين نفهمه، هو ده اللي عايزين نحترفه. فالديسبيبزيا من الحاجات المنتشره قوي بشكل كبير في الصيدليات، وما اشهرها وجع البطن. اي حد يعني معظم الحالات بتيجي للصيدليه بتشتكي من وجع البطن، فعايزين نفهم الحاله دي بالظبط بحيث ان احنا نوصل لمرحله فعلا من الاحتراف تخلينا نتعامل مع مريض بيشتكي من وجع بطنه. فتعالوا نشوف مع بعض الخطوات والمراحل اللي بنمشي عليها عشان نمشي على الخطوات بتاعتنا زي ما بنمشي في كل حالة ان شاء الله، فنتابع مع بعض. في السلايد دي بنوضح الباك جراوند عن الديسبيبزيا. يعني ايه ديسبيبزيا؟ زي ما احنا متعودين بناخد عن كل موضوع لازم ناخد عنه باك جراوند الاول، خلفية بسيطة كده بمعلومات محددة، بحيث نبقى داخلين على الموضوع وفاهمين يعني ايه هو. فاول حاجة الديسبيبزيا هي جروب من الابر ابدومينال سيمتومز، فده يشير الى ايه؟ يشير الى ان الديسبيبزيا دي مش حاجه محدده او مش حاجه معينه، مش حاجه اقدر اخصصها بوصف او بمكان، ولكن هي حاجه شموليه. يعني هو مصطلح بيتم التعبير عنه بجروب من الابر ابدومينال سيمتومز. فلما نقول ديسبيبزيا يبقى انت تقصد ان في مشاكل عندك في الجزء العلوي من البطن. طيب المشاكل دي بتنشا منين؟ بتنشا من خمس حاجات اساسيه، من خمس حاجات اساسيه. اول حاجه وهي الجيرد او الجورد، في كتب بتكتبها جيرد وفي كتب بتكتبها جورد. بناء على ايه؟ بناء على ان كلمه الاسوفجال نفسها في الترجمه اما اولها حرف الاو واما اولها حرف الاي، فبيتم الاختصار جيرد او جورد. يبقى سواء ده او ده الاختصار بتاعها جاسترو اسوفجال ريفلكس ديزيز، وهو الارتجاع المريء، وده هنعرف بيحصل ازاي بالظبط. تاني حاجه وهي الجاستريتس، وبرضو دي هنعرف بتحصل ازاي ويعني ايه. وتالت حاجه وهي الجاستريك ألسر، ورابع حاجه وهي الديودينال ألسر، واخيرا في حاله بقى ما فيش لا ألسر خالص ولا فيش جاسترايتس ولا فيش جيرد بنقول عليها نان ألسر ديسبيبزيا او فانكشنال ديسبيبزيا. وجدوا ان 90% من الناس اللي بيشتكوا من الديسبيبزيا بيحصل عندهم المشكله دي بناء على الخمس مشاكل دول. 90% من المرضى بديسبيبزيا لازم يكون عندهم واحدة من الخمسة دول. تعالوا بقى نعرف المشاكل دي، بس الأول نمشي خطوة خطوة ونشوف السلايد بعد. في السلايد دي بنوضح نقطتين مهمين جدا، وهي البريفالنس والإيتيولوجي الخاصين بالديسبيبزيا. بالنسبة للبريفالنس وجدوا إن هو هاير في الومن من المن. طب جميل جدا، بناء على إيه؟ بناء على دراسات معينة وابحاث معينه اثبتت انه بيبقى اكتر في الومن من المن. لكن الاكزاكت بريفالنس، يعني البريفالنس الحقيقي اللي اقدر اقول اجزم بيه، غير معروف حتى الان. فالبريفالنس دي مشكله الديسبيبزيا وجدوا ان السيدات بتشتكي منها اكتر من الرجاله، ده اللي نقدر نقوله في حته البريفالنس. بالنسبه للايتيولوجي، المسبب المرضي للديسبيبزيا بيعتمد على حاجه من الخمسه اللي احنا قلناها، لان احنا عندنا خمس مشاكل بيشملهم الديسبيبزيا. فالسبب هيعتمد على المشكله ايه، فكل مشكله هتسبب لي ديسبيبزيا. ففي ديسبيبزيا بيسببها ألسر، في ديسبيبزيا بيسببها الجيرد، في ديسبيبزيا ما بيبقاش فيها ألسر خالص وبنسميها الفانكشنال ديسبيبزيا او النان ألسر ديسبيبزيا. فالايتيولوجي بيكون معتمد على السبب او المشكله اللي عندي عشان احدد اقول العسر الهضم ده او الديسبيبزيا دي حصلت بسبب ايه. يبقى في السلايد دي وضحنا البريفالنس انتشارها فين اكتر والاسباب بتاعتها بتبقى فين اكتر. طيب دلوقتي بقى انا عايز افهم بقى ايه الاسباب دي او ايه المشاكل دي بشيء من التفصيل، بتحصل ازاي؟ تعالوا نشوف.
في السلايد دي بنوضح اول مشكله من المشكلات اللي بتسبب الديسبيبزيا وهي الجيرد الجاسترو سوفيجال ريفلكس ديزيز. لو رجعت معايا كده للاناتومي بتاع الجي او تي اللي قلناه، قلنا ان المعده تستقبل الفود من الفم عن طريق المرنى. بعد ما الاكل بيروح المعده في صمام بيقفل ورا الاكل باحكام بحيث ان الاكل ما يرجعش تاني. في حاله الجيرد بقى الصمام ده بيحصل ليه عملية ريلاكسيشن، وبالتالي بيرجع الأكل أو الأسد من المعدة وتحصل حالة الجيرد. يبقى حالة الجيرد السبب الرئيسي فيها إن اللور اسوفيجال اسفنكتر الصمام بيحصل له عملية ريلاكس فالاسوفيجاس يحصل له ريفلكس. جميل كده؟ طيب غالبا معظم الناس اللي بتحصل لهم جيرد بيكون بسبب إما أدوية معينة أو مشكلة الأوفر إيتينج، إن هو بياكل زيادة عن حاجته. طيب نخش في اللي بعد كده. في السلايد دي بندخل على تاني وتالت ورابع مشكلة وهي الجاسترايتز والجاستريك ألسر والديودينال ألسر. هنلخص الموضوع بشكل ظريف. الجاستريك ألسر والديودينال ألسر أولا بيعبر عنهم ببيبتيك ألسر، فلما أقول بيبتيك ألسر يبقى انا عممت الكلام عن الجاستريك ألسر ودي الديودينال ألسر. طب يعني ايه جاسترايتس؟ الجاسترايتس هي الجنرال انفلاميشن للستومك، يعني التهاب عام للمعده. في السلايد الجاي هنعرف بالظبط الفرق ما بين الانفلاميشن وما بين الألسر. انما الجاستريك ألسر بيحصل في الاستومك لايننج، بيحصل في الغشاء المبطن للمعده. طب الديودينال بيحصل في الابر بارت من السمول انتس اللي هو اسمه ديودينال، الجزء العلوي من السمول انتس اللي هو بالفعل اسمه ديودينال، فبتسمى ديودينال ألسر. يبقى اذا الجاستريك ألسر مع ديودينال ألسر بنسميهم بيبتيك ألسر، والجاستريتس لوحدها هي جنرال انفلاميشن للستومك. طب ايه بقى الفرق ما بين الألسر وما بين الانفلاميشن عشان اقدر افرق ما بين الثلاثه؟ انا عرفت الفرق دلوقتي ما بين الجاستريك والديودينال، المكان دي في الاستومك لايننج ودي في الابر بارت من السمول انتستين. طب الجاسترايتس ايه الفرق ما بينها وما بين الالسر؟ ده اللي نعرفه في السلايد الجاي، نشوف مع بعض. في السلايد دي بنوضح الفرق ما بين الالسر والانفلاميشن عشان نفهم اكتر الفرق ما بين الجاسترايتس والبيبتيك ألسر عموما. لو لاحظنا كده في الالسر هنلاقي ان في زي نقطة كده أو مكان حصل ليه زي حفرة أو جرح، فبالتالي الألسر هي عبارة عن مكان حصل ليه أروجا من المعدة سواء كان في منطقة الجاستريك لايننج أو في الديودينال، فبنقول عليها جاستريك ألسر أو ديودينال ألسر. يبقى الألسر هي مكان محدد لوكاليزد بين حصل ليه أروجا، يعني حتة حصل فيها زي جرح أو فتحة كده، فهتبقى عرضة أكتر لحدوث bleeding نزيف أو حدوث cancer. يبقى الألسر أخطر من الجاسترايتس. طب ندخل بقى على الانفلاميشن. الانفلاميشن هو عبارة عن general inflammation حصل لي الاستومك، فبنقول عليها gastritis، ولكن ما حصلش فيه حتة الأروجن دي، يعني مش محدد، مش مكان محدد، لا هو مكان عام في المعدة ككل. يبقى الفرق ما بين الألسر والانفلاميشن ان الالسر المكان محدد لكن الانفلاميشن المكان غير محدد، جنرال انفلاميشن، لكن الالسر لوكالايزد بين. الالسر ممكن عرضه ان تسبب لي بليدنج لكن الجاستريتس اقل في انها تسبب لي بليدنج. تمام كده فهمنا الفرق ما بين الالسر وما بين الانفلاميشن عشان نقدر نوضح الفرق ما بين اصلا الجاستريتس وما بين البيبتيك ألسر. طب ايه اللي بيسبب كده بقى في الاثنين؟ تعالوا نشوف الاستاذ الجاي. في السلايد دي بنوضح بقى ايه الاسباب اللي بتسبب لي جاسترايتس او بيبتيك ألسر. بالنسبه للجاسترايتس اكتر سببين هم الكرونيك فوميتنج والاكسس من الكحول يوز، يعني واحد بيشرب كحولات كتير او حد عنده ترجيع بطريقه مزمنه، دول اكتر سببين بيسببوا لي الجاسترايتس. طب بالنسبه للبيبتيك ألسر، ومعنى قلت ان بيبتيك ألسر يبقى ديودينال وجاستريك، وجدوا ان اكتر سبب بيسبب مشكلة البيبتيك ألسر هي الـ H pylori. الـ H pylori بتسبب الديودينال ألسر بنسبة 90% وبتسبب الجاستريك ألسر بنسبة 80%.
طب ازاي الاتش بايلوري بتسبب ألسر اصلا؟ بالنسبه للميكانيزم فهو غير واضح علميا، ولكن وجدوا انها بتفرز توكسينز. التوكسينز دي بتحفز خروج المواد المنشطه لحدوث الالتهاب. يعني ان الاتش بايلوري كل فكرتها في الميكانيزم بتاعها ان هي بتفرز توكسينز، دي وظيفتها ان هي تحفز الانفلاماتوري كاسكيد، الميكانيزم بتاع حدوث الانفلاميشن اللي بيؤدي في النهايه الى الالسر. جميل جدا. من ضمن الحاجات كمان اللي بتسبب ألسر بزياده هي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، الحاجات المهمه جدا. طب في النهايه بقى مفيش اي حاجه من دول موجوده، لا ألسر ولا جاسترايتس ولا جيرد، بنقول ايه؟ بنقول اما نون ألسر ديسبيبزيا واما فانكشنال ديسبيبزيا، هما الاثنين واحد، ولكن بعض المؤلفين او بعض الكتب بتقول عليها نون ألسر ديسبيبزيا وبعض الكتب بتقول اسمها فانكشنال ديسبيبزيا. يبقى الفانكشنال او نون ألسر هي في حاله عدم وجود بيبتيك ألسر او جاسترايتس او جيرد. يبقى كده وصلنا للمعلومات دي. طيب انا عرفت الخمس حالات اللي بتسبب لي ديسبيبزيا، افرق بينهم ازاي؟ اعرف كل نوع ازاي؟ ده اللي هنعرفه في السلايد اللي جاي. في السلايد دي بنوضح الديفرنشال دياجنوزس، ازاي هعمل ديفرنشال دياجنوزس عشان اوصل للسبب الاساسي اللي سبب مشكله الديسبيبزيا. بالنسبه للديسبيبزيا عشان اعمل ديفرنشال دياجنوزس فهو بيعتمد على حاجتين اساسيه، هي الالارم سيمتومز وان انا اسال اسئله مخصصه للمريض، ask specific questions. جميل جدا. طب ايه هي الالارم سيمتومز؟ من اسمها كده الارم سيمتومز يعني اعراض معينه اول ما اشوفها او الاحظها او المريض يقولها لي يبقى اذا محتاج ريفير بشكل سريع، ومن خلال الاسئله المخصصه اللي انا هسالها للمريض هحدد بناء على كلام وبناء على الملاحظات اللي هشوفها اللي هو بيشتكي من ايه بالظبط وسبب له الديسبيبزي. جميل جدا. ولكن كتبسي كده، المريض اللي بيروح كوميونتي فارماسي بمشكله الديسبيبزيا فهو بنسبه كبيره بيعاني من ديسبيبزيا بسبب ثلاث حاجات، اما الجيرد اللي هو ارتجاع المريء، واما الجاسترايتس اللي هو الالتهاب العام للمعده، واما النان ألسر ديسبيبزيا او الفانكشنال ديسبيبزيا. يبقى اذا انا قدرت دلوقتي احدد بنسبه اكبر اللي هيجي لي الصيدليه بيشتكي من ايه؟ من الثلاث حاجات دول. طب ازاي برضه هفرق بين الخمسه عشان برضه اوصل لمرحله احتراف في اختيار السبب الاساسي اللي بناء عليه اما هقول ريفير واما هعالج. فتعالوا نشوف كده هنعمل ازاي ديفرنشال دايجنوس. في السلايد دي بنوضح الكلينيكال فيتشرز بتاعه الديسبيبزيا. زي ما احنا متعودين قبل ما ادخل على ديفرنشال دايجنوسس لازم اوضح الحاله الاول، الاعراض بتاعتها. يبقى لازم الاول احدد اذا كان المريض اصلا هو مريض ديسبيبزيا ولا لا. فازاي اعرف؟ اول حاجه من اعراض الديسبيبزيا المهمه والمميزه هي ابدومينال ديسكومفورت، عدم ارتياح في الجزء العلوي من البطن، اباف ذا امبليكس. ركز في كلمه اباف ذا امبليكس، فوق السره. يبقى لو مريض جالي بيشتكي من وجع في البطن فوق السره فهو بنسبه كبيره جدا 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 بيعاني من ديسبيبزيا. تاكد كلامك اكتر ازاي؟ لو بيعاني معاها ببلوتنج، يعني انتفاخ زائد فلاتولنس زائد ان في خروج غازات، زائد ان هو يقول لك انا حاسس ان بطني او معدتي متحجره، فشعور بالامتلاء وهو feeling of fullness. يبقى اذا لو الاربع اعراض دول المميزه دول بيشتركوا في مريض بيشتكي من وجع في البطن اعلى السره، يبقى بنسبه 99% المريض ده بيشتكي من ديسبيبزي. يبقى فاضل بس انك تحدد السبب في كده ايه، السبب في كده ايه، وده اللي احنا هنقوله في الديفرنشال دياجنوزس. نكمل مع بعض. في السلايد دي بنوضح اكتر حالات هتجيلك الصيدليه، وايه الحالات اللي قليل تجيلك، وايه الحالات اللي صعب قوي تجيلك الصيدليه. الموست لايكلي يعني الحالات اللي فعلا احتماليه انها تيجي الكوميونتي فارماسي نسبتها عاليه، بيكون بيشتكي زي ما قلنا من نون ألسر ديسبيبزيا او الجيرد او الجاسترايتس. يبقى دول اكتر ثلاث حالات بيروحوا الصيدليه. الانلايكلي يعني ممكن وممكن، يعني نسبه ان هو يروح الصيدليه يعني قليله، ولكن في منهم بيروح ولكن بنسبه اقل.
اللي بيكون بسبب ميديسين انديوزد، يعني اللي سبب المشكله علاج بياخده، زي ما قلنا مثلا ماشي على اسبرين بشكل كبير زي نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، او عنده مشكله البيبتيك السرز اللي بتشمل الجاستريك والديودينال، او عنده مشكله الاريتابول باول سندروم اللي هي الاي بي اس، ودي هنشرحها بالتفصيل لوحدها فنركنها دلوقتي. والفيري انلايكلي بقى هي الجاستريك اند اوسوفيجال كانسرز اللي هم بيعانوا من السرطان، ودول طبعا يعني صعب ان هم يروحوا الكوميونتي فارماسي. فاذا من السلايد دي عرفت اكتر حالات عرضه ان هي تيجي الصيدليه، واقل حالات والحالات اللي هي نادر جدا ان هي تروح الصيدليه. طيب انا عايز بقى اخش في الحالات اللي اقدر اعمل لها ديفرنشال، اعمل ازاي ديفرنشال عشان احدد السبب الرئيسي لمشكله الديسبنسيا. زي ما قلنا ان هي بتعتمد على حاجتين، ان انا اسال اسئله معينه للمريض، وحاجه اسمها الالارم سيمتومز. تعالوا ندخل بقى نشوف اول حاجه وهي الاسئله المخصصه اللي هنسالها للمريض. في السلايد دي بنوضح اول حاجه بنعملها عشان نوصل لديفرنشال دايجنوزز، وهي الاسك سبيسيفيك كويستشنز. احنا هنسال اسئله مخصصه للبيشنت. اول سؤال وهو الايدج، السن. السن هيفرق في ايه؟ بالنسبة لأكبر فئتين المعرضين لحدوث الديسبيبزيا هو الـ young adults والـ patients، المرضى اللي سنهم أكبر من 50 سنة. طب أفرق بينهم إزاي؟ الـ young adults بيكون عرضة لحدوث الديسبيبزيا بس بعدم وجود pathological condition، يعني مفيش مشكلة موجودة سببت الديسبيبزيا، يعني بيكون عرضة لحدوث الديسبيبزيا الهين اللي هي الـ non-ulcer أو الـ function. لكن المرضى اللي أكبر من 50 سنة لازم يكون في مشكلة في باثولوجيكال كونديشن حصلت سببت الديسبيبزيا، لازم، وده الكومون أكتر. يبقى إذا الإيدج هيوضح لي إذا كان في مشكلة مسببها الديسبيبزيا ولا لأ، هيفيدني في النقطة دي. وأكتر فئتين قلنا عليهم الـ young adults والـ patient اللي هم أكبر من 50 سنة. ده السؤال الأول. السؤال الثاني اللوكيشن، مكان الألم فين؟ مكان الألم above the umbilicus، يعني فوق السرة. ركز معنا قلت ايه؟ فوق السرة، ما قلتش في حتة معينة او مكان معين، لان الالم بتاع الديسبيبزيا غير محدد، غير معروف المكان بالظبط. يبقى اذا لو الالم فوق السرة يبقى بنسبة 99% زي ما قلنا ده بيعاني من ديسبيبزيا. طب لو الالم اسفل السرة، لا، يبقى دي مش ديسبيبزيا ولازم تستبعدها. جميل لحد هنا. طب لازم في تيبس كده لازم تعرفها، ان لو المريض بيعاني من الم او حرقان خلف عظمه القص اللي في الصوره دي اللي هي بيقولوا عليها الاسترنيوم، او بيسموها اسم تاني اسمها البريست بون، فبنسبه كبيره هو بيعاني من حاجه اسمها الهارت بيرد. والهارت بيرد من اكتر الحاجات اللي بتسبب الجيرد اللي هو ارتجاع المريء، اللي اصلا بيسبب ايه؟ بيسبب الديسبيبزي. يبقى اذا لو انا عندي مريض بيعاني من حرقان خلف عظمه القصه دي او الاسترنم، يبقى اكيد بنسبه كبيره مشكله الديسبيبزيا عنده هي الجيرد. تاني تيبس، ان لو المريض قدر يحدد مكان الالم يبقى استبعد تماما الديسبيبزيا، لاننا قلنا ان الديسبيبزيا غير محدده بمكان، ولكن هي فوق الايه؟ فوق السره. يبقى اول سؤالين خدناهم الايدج واللوكيشن، كده فهمنا هنستفاد منهم ايه، ازاي نستبعد الديسبيبزيا او لا، واحدد بالنسبه للايدج المشكله هتكون موجوده ولا لا. ندخل في الاسئله اللي بعدها. في السلايد دي بنوضح باقي الاسئله المخصصه اللي هنسالها للبيشنت. السؤال الثالث هو نيتشر اوف بين، طبيعه الالم، وطبيعه الالم هتفيدني اذا كان المريض بيعاني من ديسبيبزيا ولا لا. لو المريض قال ان هو غير مرتاح، يعني الالم غير مريح ليه ولكن هو قادر ان هو يستحمله، يبقى بنسبه كبيره هي ديسبيبزيا. انما لو قال ان الالم شديد جدا شارب او سيفير، يبقى لازم تستبعد الديسبيبزيا. رابع سؤال هو ريديشن. ريديشن معناها هو انتشار الالم. لو الالم بينتشر لمناطق من الجسم وبالاخص الدراع الشمال، فده يشير الى السيروس باثولوجي، يعني مشكله خطيره ولازم في الحاله دي تعمل ريفير. طب ليه الدراع الشمال؟ الدراع الشمال بيشير الى مشكله في القلب، وفي الحاله دي لازم تعمل للمريض ريفير لدكتور ايه؟ دكتور قلب. طيب السؤال الثالث هنا في السلايد، السوشيال هيستوري. السوشيال هيستوري لازم تساله عن طبيعه حياته،
لانها ممكن من الحاجات المؤثره جدا واللي بتؤثر على حدوث ديسبيبزيا هي اللايف ستايل. ومن اخطر الحاجات اللي بتسبب ديسبيبزيا في اللايف ستايل هي الاكل بسرعه جدا، او الاكل والمريض ماشي، الاكل وانت ماشي بشكل كبير، او الاكل بسرعه جدا، من اخطر الحاجات اللي بتسبب ديسبيبزيا. يبقى كده عرفنا ان النيتشر اوف بين هحدد اذا كان ديسبيبزيا ولا لا، من الراديشن هحدد اذا كان فيه سيريوس باثولوجي ولا لا واعمل ريفير ولا لا، من السوشيال هيستوري عرفت اذا كان هو بيمشي على لايف ستايل كويسه ولا هي اللي مسببه الديسبيبزيا، عن طريق ان هو بياكل بسرعه ولا بياكل وهو ماشي ولا لا. ندخل على الاسئله اللي بعدها. في السلايد دي بنوضح باقي الاسئله اللي هنسالها للمريض. والسؤال هنا الاسوسييتد سيمبتومز، يعني الاعراض المتعلقه بها او المرتبطه بالمريض بجانب الاعراض الاساسيه. فلو المريض بيعاني من persistent vomiting، يعني قيء بشكل مزمن ومستمر سواء معاه بلد او ما معاهوش، ففي الحاله دي هو بيعاني من ألسر او كانسر، ولازم نعمل ريفير، لازم نعمل ريفير. تاني حاجه لو بيقول الستول لونه بلاك، يعني اثناء الحمام بيلاقي الستول شكله اسود، فده دليل قاطع على وجود بليدنج في الجي اي تي، في الحاله دي برضو لازم نعمل ريفير. يبقى اذا الاسوسييتد وضحت لي هل لازم اعمل ريفير ولا لا. اخر سؤال هو الفاكتورز، واهم فاكتورز بيأثر على الديسبيبزيا هو الفود، هو الاكل. لو المريض قال ان انا بحس بالم بعد الاكل من ساعه لثلاث ساعات وبرتاح لما باكل او باخد مضاد الحموضه، فده اشاره كبيره لوجود ألسرز، لوجود قرحة. نركز، لو المريض بعد الأكل بساعة إلى ثلاث ساعات بيحس بألم ولما ياكل بيرتاح أو ياخد مضاد الحموضة، يبقى بشكل كبير المريض ده بيعاني من ألسر اللي هتسبب لي أصلا ديسبيبزي. يبقى إذا من المثلات دي عرفنا الـ Associated Symptoms، السؤال ده هيفيدني في إيه، وعرفنا الفاكتور المهم جدا وهو الفود هيفيدني في إيه. ندخل بعد كده على السلايد اللي بعدها. في السلايد دي بنوضح نقطة مهمة جدا وهي الكونديشنز تو اليمينيت، حالات لازم استبعدها عشان اوصل للسبب الاساسي المسبب لديسبيبزيا. واول حاجة لازم نستبعدها هي البيبتيك ألسر. وزي ما قلنا البيبتيك ألسر هي عبارة عن حاجتين، الديودينال والجاستريك. طب ازاي افرق بينهم عشان استبعدهم؟ ازاي اعرف ان المريض ده بيعاني من الجاستريك او ديودينال؟ بالنسبة للجاستريك ألسر، فالمريض بيقول انه بيحس بالالم كل ما كانت المعده فاضيه، زائد انه بيحس بالالم بعد الاكل ب 30 دقيقه تقريبا، وبيرتاح لما بياكل او بياخد مضاد الحموضه. يبقى كده احنا عرفنا الجاستريك ألسر المريض بيقول في حالتها ايه. بالنسبه للديودينال ألسر، المريض بيقول انه بيحس بالالم بعد الأكل بساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبا. ونقطة مهمة كمان، وبيقول إنه بيصحى من النوم بسبب الألم ده. يبقى لو قال إنه بيصحى من النوم بسبب الألم ده، يبقى بنسبة كبيرة دي ديودينال ألسر. في حالة الألسر عموما لازم أعمل ريفير. في حالة الألسر عموما لازم أعمل ريفير عشان نشوف حجم الألسر ونتأكد من عدم وجود كارسينوما عن طريق المنظار الاندوسكوبي. وناخد في بالنا معلومة مهمة جدا جدا جدا، لو مريض اتأكدنا ان هو بيعاني من جاستريك ألسر وحصل معاه فقد للوزن في حدود 5 الى 10 كيلو جرام، وكمان سنه اكبر من 40 سنة، فبنسبة كبيرة المريض ده بيعاني من كارسينوما، ولازم تعمل ريفير في اسرع وقت. يبقى لازم نحط المعلومة دي في دماغنا كويس جدا. يبقى الجاستريك ألسر بيحصل معاها ويت لوس، وممكن يحصل معاها بليدنج أكتر من الديودينال ألسر. يبقى كده عرفنا ازاي نستبعد البيبتيك ألسر عموما. تاني استبعاد لازم نسأل العلاج اللي بياخده. ففي ميديسن بتحفز حدوث الديسبيبزي، وأشهرها طبعا الأسبرين والنون سترويد الأنتي إنفلاماتوري دراجز عموما، دي بتسبب ديسبيبزيا بنسبة 25%.
يبقى لازم اسال على ادويه معينه. من ضمن برضو الادويه اللي بتسبب ديسببسيا هي الاورليستات والاي سي اي انهبيتورز واكسس من الكحول. يبقى اذا لو بياخد حاجه من دول لازم اتاكد هو ماشي عليها ولا لا، عشان استبعد حته ان في علاج مسبب الديسببسيا. اخر حاجه لازم نستبعدها وهي الكارسينوما. طب ازاي استبعد اذا كان في كارسينوما ولا لا؟ لو لقيت واحده او اكتر من واحده من الالارم سيمتومز موجوده. طب ايه هي بقى الالارم سيمتومز؟ لازم تعرف دي كويس جدا. معنى انك تعرف اصلا يعني ايه الارم سيمتومز ده مميز جدا، فنتابع مع بعض. في السلايد دي بنوضح الالارم ساينس اند سيمتومز، وطبعا في اول محاضره قلنا الفرق ما بين الساينس اند سيمتومز. كلمه الارم هنا هنستفاد منها في حاجتين. اولا ان هي تعني ترجمه انذار، فمعناها ان اي عرض بلاقيه موجود من الالارم دي لازم اعمل له ايه؟ ريفير. تاني حاجة ان هي تفيدني كفن استذكار، ان كل حرف هو بيشير للعرض ده زي ما خدنا في اول محاضرة. فالالارم هنفصصها كده حرف حرف بيشير لايه. اول حرف هو الايه، بيشير الى الانيميا. يبقى لو لقينا مريض بيعاني من الانيميا بسبب الالسر او بسبب الديسببزيا فلازم نعمل ايه؟ ريفير. ال بيشير الى loss of weight، فقدان الوزن. وفقدان الوزن بسبب الالسر اشارة قوية لوجود البناين جاستريك ألسر، بالذات لو الشخص اكبر من 40 سنة. ال A بيشير الى انوركسيا، ودي معناها فقدان الشهية. حرف ال R بيشير لجملة اسمها recent onset of progressive symptoms. طب معناها ايه الجملة دي؟ معناها انه بيتطور لشكوى اخرى، زي ما قلنا في سؤال الراديشن. يبقى لو الالم بينتشر وبيسبب لي مشاكل اخرى في الحالة دي لازم نعمل ريفير. اخر حاجة وهو الام، بتعني ميلينا. ميلينا بتعني البلاك ستول او الدارك ستول. فزي ما قلنا ان لو مريض بيعاني من دارك ستول او بلاك ستول في الحاله دي لازم نعمل ريفير، لانه بنسبه كبيره عنده بليدنج في الجي اي تي. كده وضحنا الالارم ساينس اند سيمتومز اللي فيها لازم نعمل ريفير. ندخل بعد كده على السلايد اللي جايه. في السلايد دي بقى بنوضح التريجر بوينتس، يعني كام بوينت كده تخليك تعمل ريفير على طول. طبعا من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نعمل ريفير على طول هي الالارم ساينس اند سيمبتومز اللي وضحناها بالتفصيل. فاي حاجه منهم واحده او اكتر بتخلينا نعمل ريفير. تاني حاجه تخلينا نعمل ريفير بشكل سريع هي البين، الالم. زي ما قلنا النيتشر بتاعت الالم دلاله قويه ان هي تخلينا نعمل ريفير لو كان سيفير او شارب، لكن لو كان ديسكومفورت فدي لا، هتبقى ديسببزيا ونقدر نعالجها. تالت حاجة تخلينا نعمل ريفير هي الـ persistent vomiting، سواء كان معاها بلد أو ما معاهاش، سواء كان معاها بلد أو ما معاهاش. فالتلات حاجات دول تعتبر trigger points مهمة تخليك تعمل ريفير لمريض بيشتكي من ألسر أو بيشتكي من الديسبيبزيا بشكل عام. ندخل على السلايد اللي بعدها. في السلايد دي بنوضح السكيم الخاصة بالديسبيبزيا عشان نقدر نعمل differential diagnosis بشكل واسع للديسبيبزيا. نركز في السلايد دي جدا لان هي لما كل اللي احنا قلناه بشكل محدد وكلمات معينة. اول حاجة لما يجي لي مريض بيعاني من الم في البطن، اول سؤال بيتسئل لي طبيعة الالم ومكان الالم. ليه؟ لان لو الالم طبيعته discomfort يعني غير مريح مش severe ولا تشار وموجود فوق السرة، فبنسبة كبيرة احنا هنمشي في طريق مين؟ في طريق الديسبيبزيا. لكن لو اسفل السرة يبقى مش ديسبيبزيا خالص ونستبعدها. طب فعلا الالم موجود فوق السرة والالم ديسكومفورت، يبقى في الحالة دي هنزل على الخطوة اللي بعدها وهي الالارم سيمتومز. هشوف هل هو بيعاني من مشكلة من ضمن الالارم سيمتومز ولا لا.
لو بيعاني من مشكلة واحدة لازم اعمل ريفير واحدة بس، ورقم واحد هنا بيشير لانه لو بيعاني من مشكلة واحدة لازم اعمل ريفير. طب مفيش اي الارم سيمتومز عنده، مفيش اي الارم سيمتومز عنده، في الحالة دي هشوفه هل بياخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بشكل مستمر ولا لا. لو بياخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز في الحالة دي هعمل رول اوت للادفيرس دراج رياكشنز، يعني ان النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز هو اللي سبب لي المشكلة دي، فبالتالي هعمل كونتاكت مع الجنرال براكتس ان هو يستبدل العلاج ده او يشوف علاج افضل منه ما يسببش الديس بيبسي. جميل جدا. بعد كده ما بياخدش نون ستيرويدال، هدخل بعد كده على البين ريديشن، هل الالم بينتشر لاجزاء من جسمه تانية ولا لا. لو الالم بينتشر وخصوصا زي ما قلنا الليفت ار، هنضيف ليهم النك والجو الفك والرقبة، لو بينتشر للثلاث أماكن دول فلازم نعمل ريفير، وهتبقى المشكلة في الحالة دي سي في اس كوز، هتبقى عنده مشكلة في القلب ولازم يكشف عند دكتور قلب. طب طلع مفيش ريديشن خالص للبين، هننزل بعد كده هنسأله إذا كان الألم ده بيصحيه بالليل ولا لا. لو الألم ده بيصحيه بالليل هنشك في ميه؟ هنشك في الديودينال ألسر. جميل جدا، يبقى هو ريفير وهنكون suspected في الديودينال ألسر لو الألم بيصحيه بالليل. طب لو الألم بيزيد سوء كل ما كانت المعدة فاضية، يبقى أنا هعمل ريفير وأنا شاكك في إيه؟ في الجاستريك ألسر. طب مفيش لا ده ولا ده، ولكن في هارت بيرن هو الميجر سيمتوم اللي عندي. طب وضحنا الهارت بيرن، قلنا حرقان أو ألم خلف عظمة القص اللي هي البريست بول. يبقى إذن لو عنده هارت بيرن، لو عنده ألم خلف عظمة القص استيرنيوم أو البريست بون، في الحالة دي بنسبة كبيرة هو بيعاني من ريفلكس، وهيعالجه مع الجينات لمدة أسبوعين. الألجينات دي هناخدها في الأدوية اللي هنعالج بها إن شاء الله. طب أنا عالجته لمدة أسبوعين وما جابش نتيجة، يبقى لازم أعمل ريفير بعد كده. طب هو ما طلعش عنده هارت بيرن خالص، ولكن هو عنده بيقول أنا حاسس بألم غامض كده، حاجة اسمها الفيج بين مع بيلشنج او بلوتينج. بلوتينج عارفينها يعني انتفاخ، بيلشنج معناها التجشؤ او التقرع، يعني بيتقرع بشكل كبير زائد ان هو عنده انتفاخ مع وجود الم كده هو مش عارف يحدد مكانه بالظبط. وقلنا دي من العلامات المميزه للديس بيبزي، ان هو مش قادر يحدد مكان الالم، لانه لو قدر يحدد مكان الالم يبقى دي مش ديس بيبزي. في الحاله دي خلاص انا قلت ان دي ديس بيبزي، هعالجها بالانتاسيد لمده على الاقل اسبوعين. لو ما جابش نتيجة العلاج في الحالة دي هعمل ريفير، في الحالة دي هعمل ريفير. يبقى اذا انا مشيت بديفرنشال دياجنوزيس عشان احدد بالظبط السبب عندي ايه، واعمل ريفير ولا ما اعملش، وايه الحاجات المعينة اللي ركز عليها. طب ايه العلاج؟ تعالوا نشوف مع بعض في السلايد اللي بعد كده. في السلايد دي بنوضح الاو تو سي تريتمنت للديسبيبزي، وزي ما احنا شايفين في كذا اوبشن لعلاج الديسبيبزي. ففي الانتاسيدز اللي هي مضادات الحموضه، وفي الاتش 2 انتاجونست، وفي الالجينات، وفي البروتون بامب انهبيتورز. طب امتى اختار ده وامتى اختار ده، وانهي الاقوى وانهي الاسرع، وانهي المناسب لمشكله معينه، وايه السايد افكتس بتاع كل واحد. طب كل واحد بيشتغل بميكانيزم معين، ايه الميكانيزم بتاعه؟ كل ده ان شاء الله نعرف في المحاضره الجايه، عشان هنعرف بشكل من التفصيل الادويه دي بأسمائها التجارية ووجودها في الصيدلية، بالميكانيزم الخاص بيها، بالمناسب أكتر لحالات معينة، والسايد افكتس المشهورة ليهم. فإن شاء الله المحاضرة الجاية هنشرح الأدوية دي بالتفصيل، لأن هي تاخد وقت فتبقى لوحدها عشان تقدروا تستوعبوها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.